السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلاب الصف الثاني الثانوي، أهلا ومرحبا بكم. هنتكلم مع بعض النهاردة على درس مصر في عصر الفاطميين. في الوقت اللي نشأت فيه الدولة الفاطمية كانت بتوجد في الدولة العباسية. الدولة الفاطمية كانت بتطمح إلى أنها تسيطر على جزء كبير من أراضي الدولة العباسية، ومن أهمها مصر. كانت بتحلم أن هي تضم مصر وتحقق أهدافها وتسيطر على المنطقة، خاصة مصر والشام والحجاز. الخريطة اللي قدامنا دي بتوضح آخر ما توصلت إليه الدولة الفاطمية في الحدود وأقصى توسعات ليها. الدولة الفاطمية منذ أن نشأت وهي بتحاول أنها تسيطر على مصر، لكن في الوقت دوت مصر كانت تحت سيطرة الدولة الإخشيدية اللي كان مؤسسها محمد بن طغج الإخشيدي. واستمرت الدولة الإخشيدية قوية حتى بعد وفاة الإخشيد في فترة كافور الإخشيدي. لكن بعد وفاة كافور الإخشيدي وبعد ما جاء العديد من الحكام الضعاف، استطاع جوهر الصقلي ان هو يخرج بجيشه من مدينة القيروان، حتى ان هو وصل الى الاسكندرية ودخلها بشكل سلمي بكل سهولة، حتى ان المصريين نفسهم هم اللي طلبوا الامان وعقد معاهم جوهر الصقلي مفاوضات وانتهت الى صلح، ودخل جوهر الصقلي الى القاهرة. وبكده زال الحكم الإخشيدي والعباسي من مصر، وأصبحت مصر بعد أن كانت ولاية عباسية أصبحت مصر تابعة للدولة الفاطمية. الخريطة اللي احنا شايفينها قدامنا برضو بتوضح توسعات الدولة الفاطمية اللي امتدت من إفريقيا غربا إلى البحر الأحمر شرقا. وبكده أصبحت عندي في المنطقة في دولتين كبار، هي الدولة الفاطمية والدولة العباسية، وطبعا كلاهما مختلف في المذهب الديني. الدولة الفاطمية عندما استطاعت انها تسيطر على مصر، دي ما كانتش الحملة الاولى اللي وجهتها للسيطرة على مصر، بل على العكس كان في ثلاث حملات قبل كده وجهتهم الدولة الفاطمية، وكان بيخرج فيها خير قيادة للجيوش الفاطمية، الا ان هم ما كانوش بيقدروا ان هم يسيطروا عليها، ودوت بسبب تصدي القادة العباسيين والدولة الاخشيدية ليهم، حتى أن تمكن جوهر الصقلي من الاستيلاء على مصر. هنتكلم دلوقتي على مراحل الدولة الفاطمية في مصر، وهنتكلم على المرحلة الأولى اللي هي مرحلة التأسيس، واللي بدأت على يد القائد جوهر الصقلي والخليفة المعز لدين الله الفاطمي، أول خلفاء الدولة الفاطمية في مصر. أما بالنسبة للمرحلة الثانية، وهي تعتبر المرحلة القوة للدولة الفاطمية، ودي اللي بتشمل فيها ثلاث خلفاء: العزيز بالله، الحاكم بأمر الله، المستنصر بالله. أما المرحلة الثالثة والأخيرة فهي مرحلة الضعف للدولة الفاطمية، وفيها انهارت الدولة الفاطمية، ودوت بسبب ضعف الخلفاء وتسلط الوزراء واستعانة الوزراء بالقوى الخارجية، وكمان محاولة الصليبيين الاستيلاء على مصر، وفي الآخر قيام الدولة الأيوبية والقضاء على الدولة الفاطمية. تعالوا نتكلم بالتفصيل عن المراحل. المرحلة الأولى وهي مرحلة التأسيس، ودي اللي بدأها جوهر الصقلي بعد ما دخل إلى مصر، وبدأ جوهر الصقلي طبعا يحكمها كنائب عن الخليفة المعز لدين الله الفاطمي، فضل يحكم مصر لمدة 3 سنوات. وبعد كده طبعا كان من أهم أعماله أن هو بنى عاصمة جديدة للدولة الفاطمية، وهي بناء مدينة القاهرة، وطبعا بنى المسجد الأزهر. بعد كده جاء الخليفة المعز لدين الله الفاطمي إلى مصر. جاء إمتى؟ جاء عندما تأكد إن أصبحت مصر دولة مستقرة، وأصبحت الدولة الفاطمية فيها هي السائدة، وانتهى وانقطعت كل صلة بين مصر والخلافة العباسية. في الوقت ده جاء الخليفة المعز لدين الله الفاطمي إلى القاهرة، وجعل من مصر قلبا للعالم الإسلامي ومركز للدعوة الفاطمية.
تاني حاجة بسط نفوذه على المغرب ومصر والشام حتى حلب والحرمين الشريفين، يعني بعد ما جاء إلى مصر كمل توسعاته. تالت حاجة أحدثت تغيرات ملموسة في المظاهر الدينية والاجتماعية والعلمية في مصر طبعا على يد الدولة الفاطمية. هنتكلم بعد كده على المرحلة الثانية وهي مرحلة القوة. توالى بعد الخليفة المعز لدين الله الفاطمي العدد من الخلفاء الأقوياء واللي هنتكلم عنهم واحد واحد، وأولهم هو العزيز بالله. العزيز بالله هو ابن الخليفة المعز لدين الله الفاطمي. الخليفة ده كان ليه اهتمامات عسكرية، والدليل على كده أنه هو نجح في هزيمة القرامطة، كمان حارب البيزنطيين في حلب، اهتم كمان بالشام وشؤونها، وكان ليه اهتمامات بالإنشاء والتعمير. الدليل على كده ان هو انشأ وجدد العديد من القصور والمنشآت. زي ايه؟ زي قصر الذهب بالقاهرة، زي جامع القرافة، وزي قصور عين شمس. اما بالنسبة لتاني الخلفاء الاقوياء فهو الحاكم بامر الله، ودوت اللي تولى الحكم بعد والده العزيز بالله، وكان في الوقت اللي تولى الحكم فيه كان صغير سنا. الحاكم بأمر الله بيتميز بأنه هو غريب الشخصية وغريب الأطوار. إزاي؟ كان بيجمع بين الكثير من المتناقضات زي الشجاعة والجبن، الإقدام والإحجام، اللين والشدة. وعلى الرغم من صفاته المتناقضة إلا أنه هو عمل على إقرار الأمن في الدولة الفاطمية، وقضى على الفوضى اللي كانت موجودة في الفترة دي. أما بالنسبة لثالث خلفاء الأقوياء في الدولة الفاطمية فهو المستنصر بالله، تولى الخلافة بعد أبيه الظاهر لإعزاز دين الله، قدر أنه هو يبسط سيطرته على الدولة ويعيد ليها الاستقرار. عمل كمان حاجة مهمة، قدر ان هو يستميل القائد العباسي أرسلان البساسيري، وقدر ان هو يقيم ليه الخطبة على منابر بغداد، وده طبعا كان شيء غريب لان المستنصر بالله هو قائد للدولة الفاطمية اللي بتدين بالمذهب الشيعي، في حين ان بغداد هي عاصمة الخلافة العباسية اللي بتدين بالمذهب السني. فلما يدعى على المنابر للخليفة الفاطمي طبعا ده شيء غريب، واستمرت الدعوة له على المنابر لمدة عام كامل حتى جاء السلاجقة وأعادوا للخلافة العباسية هيبتها مرة أخرى. وبعد كده في عهد المستنصر حصلت أزمة كبيرة جدا وهي ما نسميه بالشدة المستنصرية. إيه اللي حصل؟ انخفض مستوى المياه في نهر النيل، فحدث مجاعة كبيرة في البلاد وصحبتها كمان الأوبئة والأمراض ومنها الطاعون. بيعطيني لصورة أو مشهد من الشدة المستنصرية، بيقول لي إن كان بيموت في مصر في اليوم الواحد 10,000 نفس، وكان لم يعد يرى في الأسواق أحد، محدش كان بيروح الأسواق، والأرض كمان ما كانتش لاقية اللي يزرعها، حتى إن الخليفة المستنصر نفسه باع ممتلكاته وأمه وبناته نزحهم وذهبوا إلى بغداد. وساءت الأحوال حتى إن كان بعض الناس الميسورين حالا واللي بنعتبرهم أغنياء كان بيتم التصدق عليهم عشان يلاقوا ياكلهم. كل ده حصل في الشدة المستنصرية. طب هل الخليفة المستنصر بالله هيحاول يحل الموضوع ده؟ استعان ببدر الجمالي. مين بدر الجمالي؟ بدر الجمالي دوت هو والي عكا، استعان بيه عشان يحل الأزمة اللي بتمر بيها البلاد. لكن بوصول بدر الجمالي إلى مصر بدأت تتبدد وتقل سلطة الخليفة، وبدأت تظهر سلطة كبيرة للوزراء. في الوقت ده كمان حتى لما توفى بدر الجمالي بدأ أن يتولى الوزارة ابنه شاهنشاه، وحمل لقب الأفضل، وكمان في عهد الحافظ كان بيلقب الوزير بالملك، فأصبح لقب الوزير في الوقت ده السيد الأجل الملك الأفضل، وده طبعا أعطى للوزراء في الفترة دي ثقل ومكانة كبيرة جدا.
كمان لازم نقول حاجة مهمة جدا عملها بدر الجمالي، وهو انه دخل العديد من العناصر الارمن الى الجيش، ودوت تسبب في صراعات داخلية كبيرة جدا في الجيش الفاطمي، ودي ادت الى اضعافه. الوقت هنتكلم على الدور السياسي للمرأة في الدولة الفاطمية، وكان ليها دور مهم أم لا. هنتكلم على دورها كأم وأخت وزوجة، وهنشوف بعض الأمثلة على ده. أول مثال عندي لست الملك. مين ست الملك دي؟ أخت الحاكم بأمر الله. طيب كيف لها أصبح دور في الدولة الفاطمية؟ بيقول إنها تدخلت في الحكم لأن الحاكم بأمر الله تولى الحكم وهو في سن صغير جدا. كمان شخصية الحاكم بأمر الله اللي كانت بتتميز بالقلق واللي ارتكب العديد من المظالم أو حتى الكثير من المظالم التي نسبت ليه، ده أدى إلى أنها تدخلت في شؤون الحكم. أما تاني شخصية عندنا فهي السيدة رصد. مين رصد؟ هي أم المستنصر بالله، وبرضه هي تدخلت في الحكم لأن المستنصر بالله عندما تولى الخلافة كان في الوقت ده سنه لم يتجاوز 7 سنوات، كان طفل صغير. السيدة رصد اتخذت العديد من الألقاب زي الملكة ومولاتنا والسيدة، واستخدمت الألقاب دي في الخطابات بتاعتها الموجهة للملوك المعاصرين ليها. كمان كان ليها دور كبير في تعيين الوزراء وعزلهم. هنتكلم على ثالث مرحلة وهي مرحلة الضعف، واللي طبعا بعدها سقطت الدولة الفاطمية. فترة الضعف دي بتبدأ في عصر المستعلي بالله. طبعا الفترة دي كان فيها تسلط كبير للوزراء، حتى ان الخلفاء كان نفوذهم ضعيف جدا لدرجة ان الخلفاء كانوا بيشاركوا في مؤامرات ودسائس عشان يتخلصوا من الوزراء اللي قاعدين بيتصارعوا على كرسي الوزارة، وكأن الخليفة غير موجود. من اكتر الصراعات اللي كانت موجودة في الفترة دي هو الصراع بين شاور ودرغام، واللي هنتكلم عليه الوقت. شاور ودرغام كان كل منهم بيسعى إلى تولي الوزارة، فاستعان شاور بالسلطان نور الدين محمود، في حين استعان درغام بالصليبيين ممثل في الملك عموري ودوت ملك بيت المقدس. طبعا في الوقت دوت أرسل لنا السلطان نور الدين محمود جيش بقيادة أسد الدين شركو ومعاه ابن أخوه صلاح الدين الأيوبي، في حين أن الملك عموري بدأ هو كمان يستعد بالجيش عشان يحاربهم، وكمان استعان بالإمبراطور البيزنطي، كل ده عشان يحقق حلمه في الاستيلاء على مصر. إيه اللي حصل في الوقت ده؟ طبعا جاء جيش نور الدين محمود وجاء جيش عموري الى مصر، ودارت بينهم العديد من المعارك، اهمها طبعا معركة بلبيس والاسكندرية، لكن انتهت بانسحاب عموري وجلاءه من مصر، وبكده انتصرت قوات نور الدين محمود. وفي الوقت دوت ولى الخليفة الفاطمي العاضد اسد الدين شركو الوزارة في مصر. وعلى الرغم من ان اسد الدين شركو اصبح هو الوزير في مصر بعد ما قضى على الصراع بين شاور ودرغام، الا ان هو توفي وقلد الخليفة العاضد الوزارة لصلاح الدين الايوبي، وبكده اصبح صلاح الدين الايوبي هو الوزير في مصر وهو اللي ممسك بزمام الحكم فيها. ولكن بعد ما توفى الخليفة العاضد أسقط صلاح الدين الأيوبي الدولة الفاطمية وتولى هو حكم مصر، وبكده أسس الدولة الأيوبية نسبة إلى اسم صلاح الدين الأيوبي، ولقب بالسلطان الناصر. وبكده احنا خلصنا عصر الدولة الفاطمية، لأن هيبدأ عصر جديد هو عصر الدولة الأيوبية. شكرا لاستماعكم، وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.